وللمزيد ينضم الينا هاتفيا دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحيه، بدايه وبوجه عام قبل الدخول فيما دار حتى الان في اجتماعات البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه في شرم الشيخ، بوجه عام يعني ما هي اهميه العمل من خلال مؤسسات تمويل وبنوك دوليه ذات متعدده الاطراف في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها العالم الان؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. طبعا مؤسسة من أهم المؤسسات العالمية بتبحث دايما على أن يكون في شراكات استراتيجية تقوم على التعددية ما بين الدول ما بين بعضها وبعض. النهاردة لما بنشوف تقريبا 106 دولة بيجتمعوا في شرم الشيخ لتوحيد الرؤى وتوحيد المشروعات والاستثمارات التي تعود بالنفع على جميع الدول الحاضرة، وطبعا ده بيرسخ للعمل الجماعي ما بين الدول وما بين بعضها. بنك زي البنك الآسيوي ليس دائما ما له مطالب سياسية، وإنما دايما ليه مطالب ومصالح اقتصادية بتعود على الدول، مصالح للاستثمار داخل الدول مع بعضها البعض والتنمية في البنية التحتية. ده ليه؟ للعودة يعني زي ما بيسموه المردود للمشروعات على يعني المصالح الخاصة ما بين الدول وما بين بعضها. البنك الآسيوي النهاردة لما بيبحث تنمية أو تشغيل أو استثمار في دولة بيبحث أن يكون لها مردود على المجتمع والدول المحيطة به. البنك الآسيوي وطبعا منذ تأسيسه من دولة عظمى زي الصين بيبحث ان يكون في شراكه في القاره الافريقيه، بيبحث ان يكون في تنميه في القاره الافريقيه يكون ليها مردود على مثلا طريق الحرير، على التنميه مع المشروعات العالميه الكبرى اللي النهارده بنتكلم عنها، مثلا زي الاقتصاد الاخضر، زي ما بنتكلم النهارده لازم يكون في تعزيز للحوكمه، تغيير المناخ، القضايا العالميه. عارف حضرتك لما بنتكلم أو المجتمع الدولي أو الاقتصاديين العالميين بيتكلموا عن قضايا عالمية زي تغير المناخ، النهارده بقى المواطن العادي لامس شايف إن التغير المناخ النهارده بقت كل يوم في تغيرات مناخية، ولازم العالم كله والقيادات الحكومية تبحث عن حلول. فالنهارده البنك الآسيوي النهارده بيتحدث عن حلول إزاي يكون في تنمية للدول وتكون ليها مردود على المواطن البسيط. اتفضل. اجتماع البنك هذه النسخة، النسخة الثامنة لاجتماعاته في شرم الشيخ كأول اجتماعاته في القارة الأفريقية، لابد أنها تحمل رسائل واضحة، كما حملت أيضا كلمة السيد الرئيس عدد من الرسائل أهمها أهمية التعاون مع الدول النامية ومؤسسات التمويل الدولية، مع التشديد على أهمية التمويل المنخفض التكلفة. كيف ترى هذا الأمر؟ النهارده الاجتماع الثامن فعلا زي ما حضرتك تفضلت بيبعث برسائل مباشره ورسائل غير مباشره. الرساله المباشره ان النهارده الاجتماع الاسيوي بيبحث ان يكون كل شركائه سواء من الدول المتقدمه الدول الناميه لها اهتمام كبير لدى المؤسسات العالميه بالاخص البنك الاسيوي المنشأ حديثا على المستوى العالمي. ده جانب. الجانب الآخر أنه بيولي اهتمام على كيفية تنفيذ المشروعات اللي بتقوم بالدول برغبة فيها. يعني كل دولة النهاردة هتبحث عن تقديم مشروعات لزيادة البنية التحتية أو زيادة التحسن في المجتمع، هو ده هيكون المسار الأساسي في الترتيب لدخولها بالاستثمار. الرغبة الأخرى أو الأهمية الأخرى بالنسبة لهذا الأمر كيفية رؤية العالم للأهمية للدولة المصرية اللي بتجمع 106 دولة تقريبا على أرض شرم الشيخ ليستمتعوا الحمد لله بالاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وأيضا كيفية تكوين رؤية وفكر حوالين القضايا العالمية. أكيد حضرتكم النهاردة اطلعتم على المداخلة اللي قام بها السيد الرئيس، وازاي ان كانت بتكون شامله لوضع من بعض من القضايا ورؤيه الدوله المصريه اللي تكون لها نسق مع القضايا العالميه. نعم. مصر تحدثت اكثر من مره على العديد من القضايا اللي بتهم القاره الافريقيه وبتمس العالم، منها طبعا كان التغير المناخي واجتماعه في شرم الشيخ الماضي العام الماضي، وايضا كيفيه تسلم مصر للرايه لدوله الامارات الشقيقه
لإن شاء الله الكوب 28 خلال الشهور القادمة. هذه الرؤية يا فندم هي ما بترسخ زي ما بيسمى كده بالخطوط العريضة اللي اتفق عليها الحضور سواء من 106 دولة أو أيضا من المجتمع الدولي الغربي. تفضل. تمام. تحدثنا عن محفظة استثمارية للبنك في مصر وصلت إلى حوالي 1,300,000,000 دولار. كيف ترى هذا الرقم؟ بمنتهى الأمانة وأنا متخصص في عملية الاستثمار أعتقد هذا الرقم قليل جدا من البنك الآسيوي. ولكن مازال ان احنا بنرغب في مزيد من الاستثمارات ومزيد من التعاون ما بيننا وما بين البنك وايضا ما بيننا وما بين الدول، لان احنا شايفين الاوضاع الاقتصاديه العالميه في الوقت الراهن للاسف متاثره تاثر كبير جدا. وطبعا حضراتكم تعلموا ان اجتماعات الامم المتحده في الوضع الراهن هذه الايام كان بيتحدث الوزير سامح شكري خلال ال 48 ساعه الماضيه عن كيفية تغير الوضع الاقتصادي العالمي، ولازم أن يكون في توجه اليوم حوالين تحسن القدرات الاقتصادية عن طريق تغير في المؤسسات العالمية بالأخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولازم يكون في كمان من مجموعة العشرين أو مجموعة السبع رؤية لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي احنا بنتحدث عنها خلال الأعوام الماضية والقادمة والمتأثرة علينا. لهذا الرغب لهذا الغرض دايما ما كنا بنتحدث ان لازم يكون في تعاون ما بين الدول وبين بعضها البعض وتجنب الصراعات والمشاكل السياسيه، لان احنا بنخش في ازمه اقتصاديه ما بيسمى بالركود الاقتصادي العالمي، وهذا هو التخوف من العالم او من الاقتصاديين اللي بترغب دايما ان احنا نلاحق او نواكب التطور السريع في كيفية مجابهة التضخم أو للأسف جائحة كورونا اللي أثرت على العالم تأثير كبير. ولا يخفى على حضراتكم كمان أن ارتفاع أسعار الفايدة العالمية مؤثرة تأثير كبير جدا على مستوى الاستثمار. علشان كده الرقم اللي حضرتك تفضلت بيه أو اللي احنا بنتعاون بيه مع البنك الآسيوي اللي هو 1,300,000,000 أعتقد في وجهة نظري أنه ممكن يتضاعف، بأن مصر تقدم العديد من المشروعات في البنية التحتية سواء في الطاقة أو تحلية المياه أو التعاون في النقل أو المواني أو أكثر من ذلك. هو ده اللي هيحقق الاستقرار في القارة الإفريقية ويكون لي مردود على المواطن المصري بزيادة الاستثمارات. رئيس البنك الآسيوي أشاد بالاستثمارات الكبيرة التي ضختها مصر في مجال البنية التحتية مثل قناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات. كيف ترى إشادات المؤسسات الدولية بما يتم على أرض الواقع في مصر من مشروعات وإنجازات؟ رئيس البنك الآسيوي النهاردة بيثني على المجهود اللي بتقوم به الدولة والقيادة المصرية، وتعتبر شهادة كبرى من يعني خبراء أو يعني بيسمى بمجموعة من الخبراء ممثلة في رئيس البنك الآسيوي بالمجهود اللي بتحققه مصر ما بيسمى بالتنمية الشاملة والمستدامة. اللي بنشوفه النهاردة يا فندم يعني بثناء من رئيس البنك الآسيوي وطبعا وراء العديد من الخبراء النهاردة تحدثوا وزراء مالية ومحافظين ما يعني من جميع الجهات، ان اللي قامت بيه مصر في البنية التحتية هو اللي خلاها لها الأسبقية بدخول الاجتماع النهاردة لحضوره في شرم الشيخ، وايضا بالاهتمام الدولي ان النهارده في تعاون كبير جدا للاقتصاديين مع الدوله المصريه والدول من جراء ما قامت به مصر في خلال الثمان تسع سنوات الماضيه في تحسين البنيه التحتيه. اعتقد الفعاليات اللي احنا هنشوفها من الاجتماعات بتقدم وترسخ لي يعني شهادات ثقه من المجتمع الاسيوي للدوله المصريه. وعلشان كده اللي احنا بنشوفه ان الحمد لله اللي احنا عملناه في الثمان تسع سنين في تحسين في البنية التحتية هي دي من نتائجه، ان العالم بيبص لنا النهاردة ازاي ان انتوا قمتوا بالقدرات يعني بمجهودكم ده رغم التداعيات الاقتصادية. واعتقد ان في ازمات اقتصادية عالمية لحقت بكثير من الدول ما كانتش قادرة تقوم بنفس المجهود او بنفس التطور والتحسن في البنية التحتية الخاصة بها يا فندم. نعم دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.